طيب النهارده الجوله ال20 في الدوري الممتاز المصري والداخليه. المصري قدر يفوز على الداخليه بهدف قاتل جدا عن طريق معتز زدام في الدقيقه 95، واحد من اهم نجوم الدوري بالمناسبه السنه دي، مش بس المصري، معتز زدام لعيب مهم جدا ومميز جدا، يعني هدف قاتل جدا في الدقيقه 95. ايضا في الجوله ال20 مباراه سموحه والمقاولون العرب، سموحه قدر يفوز على المقاولون العرب بهدف حسام حسن في الدقيقه 43، والمباراه دي حصل فيها قصه وحكايه في الدقائق الاخيره، حاجه جدل تحكيمي خطير واعتراضات بالجمله. نسمع ونفهم اكتر ويشرح لنا كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمه. كابتن جهاد مشرف ومنور سعيد بتواجدك معايا. كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك، تشرف لي يا كريم. اخبارك ايه؟ ايه اللي حصل بقى في مباراه المقاولين وسموحه في اللقطه الاخيره ديت؟ اشرحها لي عشان انا تهت تحكيميا في اللقطه دي يعني. خلينا يعني نمشي مع الصوره، ماشي. يعني لو بنجيب الصوره مع بعض ونتكلم مع الصوره. اولا اللعبه لما اتعملت بالمنظر ده الحكم ما احتسبش خطا للاعب المقاولين، واحتسب لمسه يد على لاعب المقاولين، وبالتالي ده كان قراره على فكره دي في اخر دقيقه في الوقت بدل الضايع الشوط الثاني. فان نلاقي حكم في ار مركز وشاف اللعبه، هو طبعا في مسك واضح من مدافع سموحه للاعب رقم 9 على المقاولين، واستمر المسك وبعد كده حكم الفي ار استدعاه ووراه اللقطه، فهو رجع باحتساب ركله جزاء صحيح. حلو. طب احنا في وقت بدل ضايع ما فيش حاجه، لازم الوقت يمتد عشان تنفيذ ركله الجزاء. ماشي. النهارده مشكلتنا في تنفيذ ركله الجزاء، هنقف يا كريم ساعه اللمس، ساعه لمس المهاجم المقاولين للكره في تنفيذ ركله الجزاء، هنتكلم في نقط عشان بس جمهورنا يتابع معانا ويفهم الدنيا ماشيه ازاي. يلا. ساعه اللمس بالظبط يعني هنرجع بقى لساعه اللمس بالظبط، لمس الكوره ونقف. لا نرجع يعني بالظبط، يعني اول ما نمسك الكره هنتكلم. اول حاجه الهاني سليمان، الرجل اليمين لهاني سليمان ملامسه لخط المرمى، وبالتالي الهاني مش مخالف. ماشي. معانا في نفس اللقطه واحنا واقفين زي نفس اللقطه، معانا اثنين لاعيبه من المقاولين داخل منطقه الجزاء. ماشي. دخولهم بالمنظر ده في حد ذاته مش مخالفه. ماشي. يعني لو الكره دخلت، بمعنى اصح لو الكره دخلت من منافذ الركله مباشره هدف، الهدف يحتسب، ما فيش عندنا مشكله. ماشي. طب الاثنين دول يعاقبوا امتى؟ يعاقبوا لو الكره ارتدت ليهم، سواء من العارضه او القائم او من حارس المرمى، وبالتالي يتم معاقبتهم. ده طبقا لبروتوكول الفي ار لما بنراجع، والمراجعه بتحصل ليه؟ لان في هدف عندنا. ممتاز. في هدف تم احرازه. هنكمل على طول، هنكمل اللعبه والكره هترجع لرقم 9 اللي هيحرز الهدف، اللي هو الراجل دخل جوه منطقه الجزاء ويحرز الهدف. يبدا هنا مراجعه حكم الفي ار، طبعا دي حقيقه مكانيه، الحكم ما بيخرجش يبص على الشاشه بره، دي حقيقه مكانيه، وبالتالي بيديله القرار. القرار بيقول ايه؟ بيقول له ان اللاعب رقم 9 دخل قبل ساعه تنفيذ لحظه لمس زميله لتنفيذ ركله الجزاء، وهو مخالف وبالتالي استفاد من مخالفته، دي بتسمى انكروشمنت، ده الدخول اللي حصل ليعاقب عليه، وبالتالي بيحتسب ركله حره غير مباشره ومن مكان اختراقه لمنطقه الجزاء، ويلغى الهدف، وده قرار صحيح جدا. اولا احيي حكام الفار، لازم اقول اساميهم، لان احنا لما بنقول في حاجه سلبيه يا كريم بنتكلم عليها بصوره سلبيه، النهارده حاجه ايجابيه جدا، الناس مركزه وقاريه وفاهمه القانون وبروتوكول الفي ار، فلازم السيد شعبان نشيد بيه حكم الفي ار النهارده، ولازم محمد الشناوي مساعد حكم الفي ار النهارده نشيد بيه، ووائل فرحان بالتنفيذ اللي حصل ده تنفيذ ايجابي. يمكن احنا يعني قبل الاسبوع ده ما يبدا كان عندنا 3 ماتشات فيهم مشاكل في خلال 10 ايام التحكيم اثر على نتيجه المباراه. هقول لك الماتشات، الفيوتشر والمصري، مودرن فيوتشر والمصري كان التحكيم ضد المصري في الماتش ده، الاسماعيلي ومودرن فيوتشر كان التحكيم ضد مودرن فيوتشر في الماتش ده، البلديه المحله والمقاولين كان التحكيم ضد المقاولين في الماتش ده. فلما يجي السلبيات قلنا عليها وكلمنا عليها في وقتها، لكن لما نلاقي النهارده حاجه مضيئه او حاجه ايجابيه لازم نتكلم عليها ونبروتها، لان النهارده ده يدل ان في حكام في ار موجودين على تقنيه الفي ار فاهمين وشغالين بصوره ايجابيه، والنهارده فعلا طاقم التحكيم ما اخطاش. بس عايز ارجع للقطه يا كريم، الاعتراض اللي حصل في الصوره ده عشان هتكلم عليه كلمه واحده. اتفضل. السبب ايه؟ هاتوا لقطه الاعتراض. تيجي اجيب الاعتراض، بس لو تجيب الصوره بتاع الاعتراض بتاع اللعيبه بعد الماتش والجهاز الفني بتاع المقاولين. رايك ايه يا كابتن جهاد؟ قول. طيب هرجع الصوره دي لان لازم لجنه الحكام قبل بدايه الموسم تروح تشرح التعديلات وتشرح بروتوكول الفي ار والقانون للعيبه والاجهزه الفنيه عشان الناس تبقى فاهمه معانا. صح. اللقطه دي جايه ان الناس مش فاهمه اللي حاصل، وبالتالي انت لازم كلجنه حكام، ده واجب اساسي في اي بطوله واي مسابقه
لجنه الحكام بتروح للفرق المشاركه، لاعبين واجهزه فنيه تفهمهم قانون كره القدم، تفهمهم، هي محاضره واحده يعني زياره واحده لكل فريق، وبتفهمهم بروتوكول الفي ار، وبالتالي لما نوصل للقطه دي هتلاقي الناس اجهزه فنيه اللي موجوده واللعيبه هيبقوا فاهمين اللي بيحصل، وبالتالي مش هنشوف الصوره دي في ملعبنا مره ثانيه. فلازم تواجد على لجنه الحكام، مش هيبقى كده، مش ما فيهاش مشكله يا كابتن جهاد، وانت عندك حق، لازم يبقى في محاضرات فيها توعيه، عشان في كمان تحديثات وتعديلات طول الوقت. كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.